بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بزوار ومتتبعي قناة تاكرو فيكسر. اليوم سوف نقوم بعمل أو بحذف أو بعمل فرمطة لجهاز إيكغريك إس إيكغريك ويت إس هاتف الهواوي إيكغريك ويت إس عن طريق الأودين الإسلامي. إذا كما ترون سوف أقوم بفتح هذه النافذتين. هنا بالنسبة للدرايف سوف نرى كيف نقوم بشبك أو بعمل كونكت للهاتف مع البي سي. أيضا نقوم بالدخل إلى الدخول إلى MTK Pro. سوف نقوم بعمل فرمطة لهذا الجهاز عن طريق تيست بوينت. وللذكر فهو من عائلة الكيرين 710. إذا سوف نقوم بالذهاب إلى هنا فاريوس، ثم في هذه الخانة كما ترون هنا سوف نقوم بالبحث عن إيكغريك ويت إس. كما ترون هذه هي إيكغريك ويت إس. إذا الآن سوف نقوم بفتح هذه الصورة، فهي تعطينا تيست بوينت الخاصة بهذا الهاتف. هناك طريقتان كما ترون، سوف نعتمد على هذه الطريقة الثانية. سوف نقوم بشبك هذين النقطتين من أجل توصيل الهاتف عن طريق تيست بوينت. إذا سوف أقوم بتوصيل الهاتف، سوف أختار النقطتين الموجودتان في الصورة، ثم نقوم ب كونكت للهاتف. إذا ننتظر حتى يتم. إذا كما ترون نختم قراءة الهاتف، عفوا سوف أقوم بإزالة البطارية. أتشاهد إبراهيم ولا عادل؟ إذا الآن كما ترون سوف أقوم بإعادة شبك هذين النقطتين، ثم سوف أقوم بإيصال الكابل. نعم، الآن الهاتف متصل عن طريق تيست بوينت. سوف أقوم بإزالة هذه. الآن يبقى لنا سوى الضغط على فورمات وننتظر. كما ترون فهو من عائلة كيرين 710. إذا كما ترون هنا لقد ظهر هذه الرسالة تقول بأن مرجو إزالة الكابل، وبعد ذلك إزالة البطارية، وبعد ذلك أرجع البطارية وأربط الجهاز عن طريق تيست بوينت مرة أخرى، فلا تقوم بتشغيل الجهاز لكي لا يفشل العملية. إذا الآن سوف نقوم بإزالة الكابل، ثم سوف أقوم بإزالة البطارية، وسوف أقوم ب إعادة البطارية، ثم سوف أربط التيست بوينت. هذه العملية فهي مهمة وهي في نفس الوقت فهي حماية للهاتف. الآن سوف أقوم بإيصال الهاتف عن طريق تيست بوينت. ننتظر حتى يتم الاتصال. نعم، لقد تم الاتصال. الآن سوف أضغط على أوكي وننتظر سيكمل العملية إن شاء الله. من الضروري عمل هذه العملية على أذن الإسلامي. وانتظر حتى ينتهي. إذن الآن قد تم الانتهاء من عملية الفرماطة بنجاح عن طريق أودين الإسلامي. إذن هذه هي طريقة الأودين الإسلامي، فهي كما رأيتم طريقة سهلة جدا وفي ثواني.